خاصة لا تهدف أساسا للربح، كما أنها بموقعها في مدينة بني سويف تعد أول جامعة خاصة في صعيد مصر. جامعة النهضة لما جيت أنا أختار الموقع هنا، الحياة كانت صحراء جرداء مليانة بالثعالب والعقارب ومجاورة للمقابر، وده كان مدخل بني سويف. فالحقيقة استغربت واندهشت وقلت لابد مدخل بني سويف يتغير عن ذلك. وكان دي يسمى بني سويف الجديدة، وبقالها سنين معمولة ومفيش فيها حاجة خالص يعني. فقلنا لازم نعمل جامعة هنا تكون حافز لكل الناس انها تيجي تبني وتعيش وتعمر. وقد حدث ذلك في خلال سنتين ثلاثة من بدء وضع أول طوبة في الجامعة، وطول الناس اتشجعت وجات، ودلوقتي بقى فيها آلاف عشرات الألوف من المنازل والفنادق والمطاعم والمكتبات. جامعة النهضة جامعة فتية، ولكن تعتبر في حكم المنطق عريقة، لأنها تستند إلى مبادئ علمية وأسس إدارية عريقة تماثل ما هو موجود في أعرق الجامعات العالمية. في جامعة النهضة في ست كليات زي طب الفم والأسنان، عندنا صيدلة، هندسة بتخصصات متنوعة زي مدني، عمارة، اتصالات، عندنا علوم الحاسب، في عندنا كليات نظرية زي كلية الإعلام بأقسام الإذاعة والتلفزيون، عن الصحافة، علاقات عامة، عندنا أيضا كلية التسويق، إدارة الأعمال بتخصصات، برضو ثلاث تخصصات هي إدارة الأعمال، السوق، الأوراق المالية أو البنوك، عندنا المحاسبة. جامعة النهضة دلوقتي في الطريق لإنشاء فرع جديد ليها في مدينة بدر، وإنشاء كلية طب تخدم منطقة الصعيد وبني سويف كلها. جامعة النهضة بتتميز بتطبيق نظام التعليم الإلكتروني وتتبع النظام ALS في نظام المحاضرات والامتحانات والتشاتنج بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب بتقدم خدمات إلكترونية من أول تسجيل الطالب في الكلية في كليته إلى تخرجه، كله بيكون إلكترونيا، بتقدم له خدمات وأنشطة طلابية رياضية وفنية وموسيقية، إلى جانب بعض الأنشطة العلمية والمؤتمرات العلمية. أيضا بتقدم جامعة النهضة للطالب التبادل الطلابي مع الجامعات الأجنبية. نظام الساعات المعتمدة، وده ليه مميزات كتيرة، أبسطها إن هو بيعلم الطالب على نظام يستطيع بي
كلية طب الفم والأسنان. تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان في مختلف التخصصات، ويوجد بالجامعة مستشفى النهضة التعليمي للأسنان. مدة الدراسة بهذه الكلية 5 سنوات. كلية التسويق وإدارة الأعمال. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، التسويق والتجارة الإلكترونية، إدارة البنوك وأسواق المال. مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات. كلية الإعلام والعلاقات العامة. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات الصحافة، الراديو والتلفزيون، الإنترنت والنشر الإلكتروني، العلاقات العامة والإعلام. مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات. كلية الهندسة. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، في هندسة الكمبيوتر وهندسة البتروكيماويات. مدة الدراسة 5 سنوات. نظام الالتحاق بالجامعة. يمكن التواصل على رقم الخط الساخن 19206. مجلس اتحاد الطلبة. يعتبر المجلس من أنجح الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، ويتكون من 14 عضوا في مختلف الأنشطة يقومون بعمل ليتمتع الطلاب بالإقامة المريحة والآمنة داخل أسوار الجامعة تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة، كما أن كل مبنى يحتوي على استراحة وقاعة استقبال. يعمل من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12. يوجد أيضا غرف لتنس الطاولة والهوكي، وتوجد لعبة الشطرنج، وكل هذه الألعاب تقدم مجانا للمرة الأولى للطلبة والمدربين المشهورين. ويقوم فريق الصحافة بطبع ونشر مجلة بلس والنهضة في أسبوع. تقوم الجامعة بعمل رحلات تعليمية محلية وخارجية للطلبة، وقد نظمت الجامعة رحلات مدعمة لإنجلترا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.